بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سادة الحضور، كل عام وأنتم بألف خير، ونبارك لكم ولنا هذا العيد، عيد الله الأكبر. فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، قالها سيد الكونين. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فأهلا بكم يا من أتيتم لتجددوا البيعة لمولانا صاحب الحوض وحامل اللواء وخامس أهل العباء البائت في فراش النبي ومفديه بنفسه من الأعداء ابن عمه وسيف الله المسلول وزوج البتول والد السلطين الحسن والحسين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. فأهلاً وسهلاً بكم في هذا الحفل السنوي الذي يقيمه قسم رعاية وحماية ما بين الحرمين الشريفين برعاية الأمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدسة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صلاتك باردة، صلاة أقوى، سمعني. البيعة للبيعة علي، البيعة علي فرحان الوجود، البيعة علي فرحان الوجود، واللي جادلنا على حبه يبتلي. احنا عندنا حب علي قبلة وصلاة، الما يصلع للنبي ما يحب علي. سيكون في حفلنا من خدام الحسين من الشعراء ورواديد في هذا الحفل المبارك عيد الله الأكبر عيد الغدير. أول المشاركين سيكون خادم الحسين الرادود صفاء الخفاجي مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. أولاً أحب أشكر وحدة قسم ما بين الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، وأحب أشكر الأخ الرادود الكبير حسين العقيل الكربلائي. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. حريت 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 يا أبا الحسن أمنياً أبد البيت، حريت 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 يا أبا الحسن أمنياً أبد البيت، وانت الشعر كله وكل قوافي قلت في خاطري اكتب شعر موزون، لأن أنت الكلام وكل معاني الغيرك منه يستاهل نقول أشعار يلم حير الأمم لو جبنا طارية. راح أبدي الشعر من مولدك لليوم، راح أبدي الشعر من مولدك لليوم، وريد من الله تسمع الوهابية صلوات.
أنا ما أحب أطول عليكم الصراحة لأن مريض فما أقدر أطول. عند انتخاب اليوم واكتب أسامي، أكتب أبو الحسنين بس هو إمامي، وين اللي يعترض خلي يسمع كلامي. ها عمي ها، ها أخوتي ها، ومن والي غيرك يا حيدر، من والي غيرك يا حيدر، اللي غيرك يا حيدر، إيه لغيرك يا حيدر، من والي غيرك، من والي غيرك يا حيدر. هتفنا يا علي بحبك أناشيد، هتفنا يا علي بحبك أناشيد، وأحبابك تهني كل سنة وكل عيد. صرخنا يا علي والورد إيد بإيد، ها عمي ها، ها أخوتي ها، وهالليلة وهالليلة نعيد البيعة، وهالليلة 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 نعيد البيعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الحسنين إمام الإنس والجان، وله قلبه جميع أعضاي والجان. أنا بإمام الفرح، أنا أيام الفرح بعدن، والجان ولادة حيدرة تسهل برية صلوات. وحق اللي يظل دايم علينا سيف الحق على الباطل، علينا بنهجة من مشينا احنا، علينا سابع سماء ويحامل حمية صلوات. سيشاركنا أيضا في احتفالنا الكبير خادم الحسين الشاعر الأديب الأستاذ مهدي هلال، مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحضور الكرام، السلام عليكم، وأسعد الله أيامكم ببيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أبدأ بلوحة إلى كربلاء الحبيب التي انتهكت حرمتها قبل أيام، ولا من مجيب إلى من انتهك حرمة كربلاء في الملعب. يا أقدس أرض بالكون، يا الماء انصفوا قدرك، أولاد البغايا تريد نشر الفاحشة، يمك جابوا عازفات الليل عمدا تنتهك سترك، والكل ساكت على الصار، ولكن ينتمي لأرضك ويصفق للي يرقصون على جرحك وقف ضدك جمال حسينيين، ويصفق للي يرقصون على جرحك وقف ضدك يا مستورة بستر زينب. يا كربلاء ما عاش اللي يصل خدرك وجفوف البطل عباس، وجفوف البطل عباس تحمل مشرع بحدك، وبالحد اعتلت أصوات رفضت للإجي مسج، صاحت لا أبد هيهات، صاحت لا أبد هيهات، من الذلة تهتف لك نرفع شكوى يم حسين، نرفع شكوى يم حسين، وبصالح كيف الأمرك. أنتقل إلى ولاية أمير المؤمنين حيدر. حيدر منبع الإيمان، مصدر كل علوم الدين، سيف الباري بالميدان، آية بعلة التكوين. اسمك يا علي مكنون ما ينقاس بي فارق، طلسم واسم الأعظم بيه حير كل فكر حاذق، أبد ما عرفت الأشهاد بس الهادي والخالق. شعب محكم التنزيل والتوراة
والإنجيل واللي يحلل بتأويل ما يدرك معانيه صعب تفسير أبو الحسنين. باسمك آدم توسل قبل الخلق، باسمك آدم توسل رب العزة واستغفر، يلم سير سفينة نوح من طوفانها للبر، يونس نادى وسط الحوت يا بلغيث يا حيدر، ونجى إبراهيم من ناره. باسمك يلحم جاره بطين ونجهل أسراره، لو طاعت عليها الناس تخمد نار للعاصين. صل على محمد وآل محمد. ما أسمع صلاة ثانية. صل على محمد وآل محمد. ثالثا رحم الله والديكم بأعلى الأصوات. الباري من خلق هالكون ونظم كل مقاديره قبل ما يخلق آدم بيه، بلطفه وحسن تصويره خلق منها لتنورك يا أمير المؤمنين، خلق منها لتنورك وتجلى بأزاهيره، ونور المصطفى المختار منا تشعبت أنوار للحسنين والأطهار، ونور البضعة يم نورك من القدرة هالنورين. نص بآية التبليغ بلغ يا رسول الله، أريد وياي نص بآية التبليغ بلغ، ما أسمع، بلغ يا رسول الله إمارة حيدر على الكون، مو بس على البشر، ولا خليفة منصب بمرسوم بعد المصطفى خلاه. نص الآية إلى استنتاج حيدر يكمل المنهاج، لبس يوم الغدير التاج، تاج الفخر والإيمان والي الأمة بالدارين. صل على محمد وآلي محمد. يا أبو الحسنين يا كرار إلك صولات مذكورة، يا حامل راية الإسلام والقرآن دستورة، بدر من شانة الأمة بظلم وبجهل محجورة، عزمك بدد الظلمة مسدد تنطق الحكمة، وجودك للبشر رحمة، سيفك ثبت الإسلام حطم زمرة الباغين. تشهد بدر للفقار أبو الحسنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، تشهد بدر للفقار بيه جندلة فرسان، هتف جبريل بالأحزاب حيدر يا فتى الفتيان، بخيبر من جسم مرحب وقلع باب اليهود تشان، يهز الحومة لو كبر وين اللي يصل حيدر، ما يثبت ويتقنطر ترعب قلب كل صنديد، بيدك ينجس من الصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لخادم الحسين الشاعر الأديب الأستاذ مهدي هلال الكربلائي. بدر بدر للدوم ما يطفى بدرنا، بدر للدوم ما يطفى بدرنا، ونظل نزامط بحيدر بدرنا الفرح اليوم ضيفنا، بدرنا بتتويج الوصي هاي البرية. صلوات صلاتك باردة. بزغ بدر الدجى وازهر علينا، وعلى نجوم السماء باسمه علينا بغدير البرح، ونبايع علينا ابو الحسنين امام الرافضية. سيشاركنا ايضا في حفل البهيج خادم الحسين الرادود ملا حسين العقيلي، مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم و
وللأمة الإسلامية جمعاء. عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، سائلين الله وداعين الله أن يجعلنا وإياكم من الموالين لعلي بن أبي طالب في الدنيا والآخرة بفضله وبفضل صلاتكم على محمد وآل محمد. هو الغدير وعيد الله معناه للبيت رب ورب البيت أحياه، كف الأمير بكف المصطفى رفعت، والعرش بايعه والوحي مهناه. هذا هو الحج هذا هو الحج والتوحيد طاف به، هذا هو الحج والتوحيد طاف به يوم الولاية قد باها به الله. قد فاز قوم بحب المرتضى ونجوا، وظل أقوام به في الناس قد تاهوا. فوالي يا رب من والى الوصي هنا، وعاد يا رب من بالبغض عاداه. في عالم الذر قد بايعت حيدرة، طوبى لمن مات والكرار مولاه. صلوات يا الرايد تحب شخص هاك اخذ هالموعظة، ولا يهمك اللي حكى والرضا والما رضى. شعليك بعمل قلب وعيونه متغمضة. نيران نيران حب الوصي تطفي الجمر واللظى، آخرة ودنيا ربح كل من بحب حظى. والله كل شي خسر كل الذي يبغض، مفروض حبك علي ورب العرش فارض. صلوات يعني هاي الصلوات ما تليق بهذا المكان المقدس. كل اللي عنده حاجة ولير ديوالي أمير المؤمنين من هذه البقعة الطاهرة يرفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. بعد الريد يطربني ليل الهوى، بليل الهوى ونغمة مواويلي، وتعزف قواف الشعر يا عيني يا ليلي. كتب حروف الفرح دمع بمناديلي، واسمع وحيف القلم اغفى يناديلي. المغرم بحب علي شد حيلك، يا المغرم بحب علي شد حيلك حيلي، وفزز معاني العشق بالوصي وغنيلي، وصل على آل النبي وعن حبهم احكيلي. بعلى الأصوات حيدر تنصب أمير، حيدر تنصب أمير، هذا عيد الله الكبير. حيدر تنصب هذا عيد الله يا سلام الله على يوم ال ما اسمع يا سلام الله على يوم ال ايدك لي فوق وياي صفقه وحده. حيدر تنصب امير، هذا عيد الله الكبير. حيدر تنصب امير، هذا عيد الله الكبير. يا سلام الله على يوم الغدير، يا سلام الله على يوم الغدير. اذا ما اسمع جواب اخليك تعوف التصفيق ترى. ها
حيدرتنا الصبأ من هذا عيد الله هذا مو قبول هذا جواب حيد أعلى أعلى مو قبول هذا الجواب مو قبول لا سامحونا راح تخلونا نقطع التصفيق ونلتهي بالجواب احنا نريد مع التصفيق والفرحة جواب يكون يليق بهذا المكان المقدس أريد أعلى أعلى من عندكم شباب وين ما تسمعونا الله يقضي حوائجكم جميعا ولاية وعهد وبيعة هذه الليلة حيدرتنا الصبا مين ما أسمع هذا عيد الله حيدر هذا عيد الله يا سلام الله سلام الله على يوم الغدير يا سلام هاي الصبحة شباب بعد أرد أسمع حدرتنا الصبح هاي الصبحة أعلى منا هذا عيد الله الكب حدر واقفين شباب هذا عيد الله الكب يا سلام الله يا سلام يوم الغدير يا سلام افرح بغديرك وافخر بأميرك افرح بغديرك وافخر بأميرك من البداية للنهاية عالولاية من البداية للنهاية عالولاية شوف الله ايدك ايدك وحدة وحدة بس وحدة اعلى 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 ايدك لي فوق لي فوق افرح بغديرك وافخر بأميرك افرح بغديرك وافخر بأميرك من البداية للنهاية عالولاية من البداية للنهاية عالولاية نزلت الصحيفة بس علي خليفة نزلت إيه إيه بس علي ما أسمح نزلت الصحيفة بس علي نصتي أول علي أول بيها آية نصتي أول علي أول بيها آية هو للخايف أمان أحلى كلمة بالأذان هو للخايف أمان أحلى كلمة أحلى كلمة أشهد أن علي ما لنظير أشهد أن علي ما لنظير يا سلام الله يا سلام الله يوم الغدير يا سلام الله على حدار حدرتنا الصف هذا عيد الله ما أسمع إيه إيه حد هذا عيد الله يا سلام الله شباب أعلى جوابك استمع يا سامع إلى الشاعر الموفق كرار حسين الكربلائي استمع يا سامع شوف الله إيدك إيدك وين الصبر افرح فرحة حسينية علوية ولائية هذه الليلة استمع يا سامع واجبك تبايع وياي استمع يا سامع واجبك تبايع بهالإرادة من الولادة للشهادة علي ماكو غيره وفو كل غيره علي ماكو غيره وفو كل غيره واللي يحبه يرضي ربه بالعبادة واللي يحبه يرضي ربه بالعبادة يا سلام الله علي أنا عبد بيندي يا سلام الله يا سلام عفية أنا عبد بيندي هذا حب من البداية وللأخير هذا حب من البداية وللأخير هذا حب من البداية ولل يا سلام الله على يوم الغدير يا سلام الله على يوم الغدير حدر حدرتنا الصبأ مين هذا عيد الله جاوب ويا حدرتنا الصبأ أعلى جوابك أعلى
يا سلام شباب اي ثابت العقيدة ثابت العقيدة عاشق الصمدة ثابت العقيدة عاشق الصمدة غير بي حيدري رافضية غير بي حيدري رافضية ساكن بنجفنا هو كل شرفنا ساكن بنجف هو كل شرفنا من مهدنا الغيرة عدنا علوية من مهدنا الغيرة عدنا علوية وين نداء اللي يعتلي لا فتى إلا وين نداء لا فتى هو مولى إن غير ما يصير يا سلام الله على يوم الغدير حيدرت وين جوابك حيدر أعلى أعلى يا سلام الله الله على يوم وحدة شباب رجان جاوب 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 يا سلام الله على نسبح بحروفك علي ما نعوفك شوي ايدك ايدك بس وحده بس وحده عوف الكلام كلام عوفه ما يفيدك ما يفيدك سبح بحروفك علي ما نعوفه سبح بحروفه علي ما نعوفه منه مثل حتى الله عليه صلى علي يبقى عالي هو يعدنا غالي علي يبقى عالي هو يعدنا غالي ماكو منا قرب جنة بعد ذلة بالحرب لو شفتها ما إلك كفن أحد بالحرب لو شفتها ما إلك كفن أحد للكتايب كيف ما شاء يدير يا سلام الله على يوم الغد حيدرت نصب حيدرت ليش ما تحكي شباب حيدرت هذا عيد الله الكبير يا سلام الله على يوم الغدير على يوم الغدير جاوب مظهر العجائب يحضر النوائب مظهر العجائب يحضر النوائب واللي يحب من يندب يجلي كربه ما لقينا غيره ما لقينا غيره لفوق بعد خلا شوف ايدك مظهر العجائب يحضر النوائب مظهر العجائب يحضر النوائب واللي يحب من يندب يجلي كربه ما لقينا حلها حيدر يحلها ما لقينا حلها حيدر يحلها ينخبس ما يزيل هم يريح قلبه انت بس يا علي قول والله كل شدة تزول انت بس يا علي قول والله كل شدة تزول يا علي كل من ينادي ما يحير يا سلام الله على يوم الغدير حيدر هذا عيد الله كبير حيدر تنصر هذا عيد الله يا سلام الله يا سلام يهتف ضميري علي علي يهتف ضميري وحده لا اسمعني رجاءً لكل مكان ولكل موقع إلى قدسيته وإلى خصوصيته فرجاءً الالتزام باحترام قدسية المكان رجاءً
يهتف ضميري علي علي، يهتف ضميري. مو قبول هذا الجواب، راح تقولوا لي وتخلونا نقولكم ثيما لا. يهتف ضميري حيدر أميري، يهتف ضميري حيدر أميري. أعلى. ما أضايع غيره، ما أضايع غيره، ما أضايع غيره، ما أسمع، ما أضايع غيره. إذا ما تجاوبني بهاي ما قالت. ما أضايع غيره. أعلى. ما أضايع غيره. نعيدها أنا وياكم. يهتف ضميري، مو قبول. يهتف ضميري حيدر أميري، يهتف ضميري حيدر أميري. ما أضايع غيره، ما أضايع غيره، ما أضايع. إيه ما أضايع غيره. إيه هذا صوتي من ضميري يعتلي يا علي، هذا صوتي من ضميري يعتلي. أنت عشقي، أنت حب الأولي. مو قبول، مو قبول. هذا صوتي من ضميري يعتلي. أنت عشقي، أنت حب الأولي. آخر الدنيا بولاك يا علي، يا أنت يا من بيك كل هم ينجلي، أنت يا من بيك كل هم ينجلي. نبضة فؤادي علي علي، نبضة فؤادي باسمك تنادي. مو قبول، بعد جوابك ما يفرحني ترى. ها ها ها. نبضة فؤادي، نبضة فؤادي باسمك تنادي. والنبض تكبيرة ما أضايع غيره، والنبض تكبيرة. إيه يهتف ضميري حيدر أميري، كلمة واحدة. يهتف ضمير علي. أعلى أعلى. يهتف ضميري حيدر أميري، ما أضايع غيره، ما أضايع. إلك إلك الجواب. ما أضايع. هاي سيدي لفوق لفوق بعد واحد واحد. سيدي سيدي يا سيدي أنت الأمل يا سيدي، يا سيدي أنت الأمل. أنت قابل بهذا جوابك؟ مقتنع مقتنع. سيدي يا سيدي أنت الأمل، وبمحبتك يا علي دينك تمل، في دولك روحي حيدر والأهل، في دولك روحي حيدر والأهل. علي يا حي على خير العمل، علي يا حي على خير العمل. يهتف لساني علي علي، يهتف لساني بحبك أذاني. أنت راعي الغيرة ما أضايع غيره، أنت راعي الغيرة. يهتف ضميري، يهتف ضميري علي حيدر أميري، يهتف ضميري حيدر أميري. ما أضايع غيره، ما أضايع غيره، ما أضايع. يا علي نطقت وحي الضمير يا علي، كلمة كلمة يا علي، كلمة يا علي. إيه أبويا إيه. يا علي نطقت وحي الضمير، أنت أول غيرك أول ما يصير. صاح جبرائيل في يوم الغدير، صاح جبرائيل في يوم الغدير. شرف التاج الولاية يا الأمير، حب وغرامي علي علي، شوق وهيامي حب وغرامي، شوق وهيامي.
يحضر بكل حيرة ما أضايع غيره، يحضر بكل حيرة ما أضايع غيره، يهتف ضميري حيدر أميري. ما أسمع جواب. يهتف ضميري حيدر أميري، ما أضايع غيره، ما أضايع. ياهو غيرك بات بفرش الرسول، ياهو غيرك بات بفرش الرسول، وانت قالع خيبر وفحل الفحول، انت بس انت صرت كف البتول، انت بس انت صرت كف البتول، بالبلاغة حيرت كل العقول، فأنت وجودي علي علي، فأنت وجودي ببابك سجودي، والصعب تفسيره ما أضايع غيره، والصعب تفسيره ما أضايع غيره، يهتف ضميري علي. حقنا نصيح يا حيدر يا والينا، أخوتها عمها أبويها، حقنا نصيح يا حيدر يا والينا، على حبك ترعرعنا وتربينا، دنيا وآخرة حبك ينجينا عمي، ينجينا حبه ينجينا، ينجينا ينجينا حبه ينجينا. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لخادم الحسين الكبير رادود حسين العجيلي، على حبك علي، حبك بلبه شاي يسري، وغيرك ما شفت من يفق يسري، حبك من نموت يصير وياي يسري، يسير عليه للجنة العليل يا صلوات، هم باردة صلاتك على الفقرة على اشتافة حملها علي، الفقرة على اشتافة حملها، وسيف ودرع صار لها حملها علي، على الفقرة علي، الفقرة على اشتافة حملها، وسيف ودرع صار لها حملها، للمعشرات للمعشرات من توضع حملها بعلي، ودخيلك علي وتجيب هي. سيشاركنا أيضا في احتفالنا بعيد الله الأكبر عيد الغدير خادم الحسين الشاعر الأديب الأستاذ حيدر المعلم، مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته، والسلام عليك يا مولاي يا باب الحوائج يا قمر بن هاشم يا أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته، ثم السلام عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعاً نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى ساحة ولي الله الأعظم مولانا الحجة بن الحسن صاحب العصر والزمان بهذه المناسبة العطرة يوم الغدير الأغر. هذه المشاركة سادتي الأفاضل منا ومنكم ومن المؤسسين والسامعين والمشاركين والأخوة في قسم ما بين الحرمين والأحبة في قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية، نضعها بين يدي مولانا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان، ولسان الحال يقول: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئناك ببضاعة مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. سئل أحدهم: ماذا تقول؟
عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ماذا أقول في رجل كتم أحباءه فضائله خوفا عليه، وكتم أعداءه فضائله حقدا عليه، فظهر ما بين هذا وهذا ما يملأ الخافقين؟ صل على محمد وآل محمد. بوي البرنامج حافل إن شاء الله بعدي رواديد كربلاء المبدعين الملا علي أبو لحم الشمري، حسين أبو شعير، وكوكبة من خدام أهل البيت. وهذه المشاركة المختصرة ما هي إلا لطلب قضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. أنا ما صافن إلك، صافن عليك. أنا ما صافن إلك، صافن عليك. وفرق بين الصفنتين هواية. أنا ما صافن إلك ذاك البعيد، أنا ما صافن إلك، صافن عليك. وفرق بين الصفنتين هواية. أنت يا من أنكرت يوم الغدير، صد لعنده وياك بالله حجاية. نفترض ما نزل نص على الرسول، ولا حديث بحب علي ولا آية، ولا رفع طه النبي شف الأمير، وما أفصل بالكلام هواية. أنت بالك مو يمي، بس أنا راح أقرأ الأمير المؤمنين سلام الله عليه. أنا ما صافن إلك عمي، أنا ما صافن إلك ذاك البعيد، أنا ما صافن إلك، صافن عليك. الفرق بين الصفنتين هواية. أنت يا من أنكرت يوم الغدير، صد لعنده وياك بالله حجاية. نفترض ما نزل نص على الرسول، ولا حديث بحب علي ولا آية، ولا رفع طه النبي شف الأمير، وما أفصل بالكلام هواية. أرد أسألك وانت جاوب بالضمير، والضمير يعثر المشاية. أرد أسألك وانت جاوب بالضمير، والضمير يعثر المشاية. من هو عدكم من ولد بالكعبة؟ قول قصد عندي بهالسؤال وغاية. من هو عدكم من ولد بالكعبة؟ قول قصد عندي بهالسؤال وغاية. ومن ربعكم ياهو صلى القبلتين، وصار للإسلام سور وثاية؟ ومنه صارت حصة الزهر البتول، والعلي تشهد الدنيا بهاية؟ النام بفراش النبي نوم الحمام، النام بفراش النبي نوم الحمام، الموت بالحب شيمة الوفاية. النام بفراش النبي نوم الحمام، الموت بالحب شيمة الوفاية. لا فتى إلا علي صوت السماء، لا فتى إلا، لا فتى إلا، لا فتى إلا صوت السماء. وبالمعارك حيدرية الراية، لا فتى إلا علي صوت السماء، وبالمعارك حيدرية الراية. اعترفت بحامل حمى حتى اليهود، ويوم خيبر منه شال الراية، وببدر وحنين منه بكل ثبات سوى من روس الزلم تتشاية. اسأل ابن العاص ذب هدومه ليش؟ اسأل ابن العاص ذب هدومه ليش؟ انا بدي اسألكم، اسأل ابن العاص ذب هدومه ليش؟ الصاية ضاعت عنده والصرماية، هذا هو المرتضف أحل الفحول. وجه هذا الدين هو وماية، بايعت يا أبا الحسن بيعة عبيد، بايعت يا أبا الحسن بيعة
بيعت عبيد وهاي شفي يا علم حناية. اختصارا ما اطول بالكلام، الماي بايح حيدر رغم راية. ويا سماء اشهدي ويا ارض قري اني ذكرت عليا هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لخادم الحسين الأديب الأستاذ حيدر المعلم على التنزيل والتوحيد والقرآن. علي التنزيل والتوحيد والقرآن وعلي بالعرش مكتوب أبو اليمة. علي عصات موسى وسر نبي سليمان قبل آدم. علي ويشرف الأمة. علي صفين تشهد عورة ابن العاص. علي صفين تشهد عورة ابن العاص يوم النجا بجده من نزع هدمه. والعاده علي لا شرف عنده ودين، والعاده علي لا شرف عنده ودين. ما ينظف ما ينظف ما ينظف ابد يوم الحشر اعمى. نظل شيعة علي اولاد ابو الحسنين، نظل شيعة علي اولاد ابو الحسنين مجانين على حبه وبسمه. نتسمى وياي ويا البسمك شيعة يسمونا يا البسمك ويا البسمك ويا البسمك ويا البسمك. والصلاة على محمد وآل محمد. يا الله صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير الجزاء الثاني لقضاء الحوائج وشفاء المرضى ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول الأعمال ونصرة لقواتنا الأمنية وحشدنا الشعبي المقدس الثالثة بأعلى وأرفع الأصوات من كل قلبك. من المشاف نورك وانت نور الله، وانت من الشمس يا ابا الحسن اوضح. من ما شاف نورك وانت نور الله، وانت من الشمس يا ابا الحسن اوضح. بس اسمع وخلي فكرك يمي. جفك بالحرب يحصد بروس القام وبروس اليتام يا علي يمسح. جفك بالحرب يحصد بروس القام وبروس اليتام يا علي يمسح. يوم الحشر بيام الحشر كل أمة عليها في بعد أو بس أمتك يا حيدر عليها الصح. خسران 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 اللي يبيعك والله يا مولاي. أنا خسران 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 اللي بيعك والله يا مولاي. أو بس البايعك يا أبا الحسن يرضى. خسران خسران اللي بيعك والله يا مولاي. أو بس البايعك يا أبا الحسن يرضى. بجناحه يصفق قام جبرائيل وبيوم الغدير بحبك توشح. إذا جبريل وحي الله فرح هاليوم. إذا حق الموالي يبايع ويفرح ويتذكر رسوله وعترة الأطهار.
اللي يصلي على النبي وآل النبي يفرح صلاة. لخادم الحسين الشاعر الموفق كوار حسين الكربلائي، طلب هذا طلب عن خادم. طبعا هاي القصيدة لخادم الحسين محمد إقبال اللاهور الباكستاني، طلبوا أحد الأخوان خادمي. فذهبت في يوم القيامة باحثا، بس خلي فكرك يمل. فذهبت في يوم القيامة باحثا في طولها وبعرضها عن موئلي. فذهبت في يوم القيامة باحثا، فذهبت في يوم القيامة باحثا في طولها وبعرضها عن موئلي. والازدحام على المداخل مثله مثل ازدحام النحل حول المنهل. ولكل حارس نظراته تحكي لهيبا حارقا في المرجل. فسألت ألطفهم ألا، فسألت ألطفهم ألا من سائق يمضي بنا نحو النعيم المخمل. فأجابني والنار تسبق قوله اذهب وفتش عند ذاك المدخل. فذهبت حيث أشار دون تردد، وسوى اتباع كلامه لم يبق لي. فرأيت جبريلا هناك مخاطبا، يا قوم هذا الأمر من رب العلي. أبواب هذا الخلد آلاف، وما يلج ابن آدم دون تصريح الولي. فهتفت يا جبريل هون أمرنا وافتح لنا بابا لذاك المحفل. فأجابني الأبواب مقفلة ولا أحد يقرر فتحها إلا علي. صلوات ما أطيل عليك، ما أطيل عليك. ارفع ايدك بويا وياي فالصفقة صفقة واحدة خذوها روح لك. أنا خادم صغير. يلا بايعناك يا علي، بايعناك، بايعناك يا علي، بايعناك. كل اللي ساعدنا بالجواب يحضر بيوم الدفنة إن شاء الله. يلا بايعناك يا علي، بايعناك، بايعناك عافية، بايعناك يا علي، بايعناك. يلا بايعناك بعد بعد، بايعناك يا علي، بايعناك، بايعناك يا علي. الله يا حيدر انت وحي الهامي، بدر ايامي وسحر احلامي. يا حيدر يا ثبتت اسلامي، صلاه صيامي فروض احكامي. ايماني يا علي قراني، ايماني قراني، اي محبوب واغلى محبوب. يا ايه يا علي يا رايه، يا ايه يا علي يا رايه. ويا بحبك ذوب قلوب، يا بحبك ذوب قلوب. عاهدناك يا علي عاهدناك، قول بايعناك، بايعناك احكي، بايعناك يا علي، بايعناك، بايعناك يا علي. جبريل يا حيدر يمد جناحه تطيب جراحه، الولا اوشاحه. شو بلايده وحده، يلا يلا يلا. يوم الغدير النادي علي، علي يوم الغدير النادي، انت وزير الهادي
انت وزير الهادي، انت الضعن والحادي، انت الضعن والحادي، بالجنة تحدي بينا، وانت ولي يا علو بك اهتدينا، انت ولينا بك اهتدينا، وانت بدرنا العالي علي علي، انت بدرنا العالي طول الزمان لالي، ونورك يظل التالي، نورك يظل التالي، وهذا بأمر بارينا، وانت ولينا بك اهتدينا. وحده قلنا وحده 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 فدوه يلا. حيدر حيدر يا ولي الله، حيدر حيدر يا ولي، حيدر حيدر وعلي علي يا علي يا مولا، علي 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 يا علي يا مولا، علي علي يا ملك احساسي. واحدة خلصنا يلا ابو يلا 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 يلا. يا ملك احساسي يا عبير انفاسي، يا ملك احساسي يا عبير انفاسي، عاشقك سموني عاشقك سموني، والعشق عباسي والعشق عباسي، وعلي عليه يا علي يا مولا، علي عليه علي عليه. واحدة واحدة ابويا واحدة، علي عليه يا علي مولا، علي عليه علي يا مولا، علي علي يا علي يا مولا، علي علي يا علي. اي كوثر الحب باقي، كوثر الحب باقي من غرامك ساقي، كوثر الحب باقي من غرامك ساقي، انت حبك هاية انت حبك هاية، وتلت هشواقي وتلت هشواقي، وعلي علي يا علي يا مولا، علي 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 يا علي يا مولا، علي علي. اخوتها اعمها اله الجاح حيدر، عندك المولاي والطلبه بحضرتك هاي نطلبها، اسمع اذا حاسبني خادم من صدق لحسين عليك حسين، امي لا تعذبها لا تحاسبها. ليش؟ لان من طلقت وجابتني ذاك اليوم، لان من طلقت وجابتني ذاك اليوم صاحت يا صدق والله صاحت يا صاحت يا علي، والباري جاوب يرتندب حيدر خلصان، يرتندب حيدر خلصان، يرتندب. اسمع اسمع لقضاء الحوائج ولا سيما اخونا، ادعوا له عنده حاجه. علو باسمك نباه الدنيا والافلاك، يا ابو الحسنين بالدم احنا بايعناك، نعم للموت يا ابو الحمل عاهدناك. ها اخوتها اصحاب الحوائج، ها الموت نبايع والينا، للموت نبايع صلوات الله وسلامه.